هات شمه هذه القطره وايد زينه. ها للحين تعورج؟ طلع ما ايش اقول لك؟ عصام حاول ينفخ فيها طلع الرمشه بس ما ادري الظاهر للحين لا يمه هي اكيد مو رمشه. ها؟ لا شوفي ماكو شيء حتى الحين بس انت تقولين من الصبح تعورج. ايه وعصام لما طالع بعيني يعني المرحوم الله يرحمه كان يحس كذي بعدين طلع كيس دهن وراح سوى عمليه عاد انت يمه اول ما تنتفخ راح يسوى عمليه يشيل كيس الدهن على طول وتخلينا يعني صدق كيس دهن؟ اي يمكن كيس دهن يمكن انا قلت لين انتفخت قلت الحين؟ الحمد لله. مرة ثانية أول ما تطلع من البيت أول شيء تشيك عليه بخاخ الرب مالك. يلا أنا برد البيت أبي شيء. سلامتك. يلا دير بالك. عصام أي أبي شيء. شنو؟ أبيك تغن عمي إني أصير لاعب ألعب قوة. خلود إحنا تكلمنا في هالموضوع. أول شيء نبيك تركز على دراستك، ثاني شغلة أنت غير لائق صحياً. عصام أخو رفيجي طبيب، وهو راح يوقع على ورقة إن أنا لائق. أخو رفيجك هذا مو طبيب، هذا مزور. انت متاكد انه هو اقسم قبل لا ياخذ شهادته؟ هذا اذا شهادته مو مزوره تقول لي طبيب، طبيب طلب عينه. عصام فهمني، انا احب الرياضه هذه، ابي ارفع اسم ديرتي وراس ابوي الله يرحمه. ارفع اسم ديرتك بشهادتك لما تشتغل تالي. اوعدك اني راح اخذ كل احتياطاتي، بس الله خليك اقنع امي. امي ما حد يقدر يقنعها غيرك تكفى عصام. ما راح اقنعها، الموضوع هذا منتهي بالنسبه لي، سمعت؟ عصام اذا ما قلت حق امي انا راح اقول حق ابتسام. ابتسام شكو؟ راح أقول حق ابتسام اللي شفتها قدام البيت إذا مو يطوف عليها الأشياء هذه أنا ما يطوف علي. سويت لكم قاعد جدر تاكلون أصابعكم وراها أنشب؟ لا لا صبري شوي نادر ساعة تلقينهم على وصول. انت فيك شيء؟ مو انا حاس ان بيبي فيها شيء. بيبي لو فيها شيء كان امها وابوها يدرون. امها وابوها نايمين بالعسل مثل ما يقولون، ما يدرون وين الله قاطهم. تبي اقعد معاها واكلمها؟ لا 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 انا بصعد لها بعد شوي بتصرف، لا تحاتين. اللي تشوفه. عبد الحميد انا خايفه عليك، انت كل ما خلصت من هم دورت لك هم ثاني تشيله وهذا مو زين عليك. وهكذا تستمر الانجازات الوطنيه بصدور المرسوم الاميري السامي رقم 52 بانشاء مكتبه الكويت الوطنيه. كل الخطوط مو مبين علي سمو امير البلاد. يا حسرتي بس عسى عصام ما يفرح. ابتسام عادل دوله الكويت. متى تصير جنتل يعني؟ أصغر عيالي كانت تقولي لي هي؟ ساعدني تعال ساعدني. كانت مو قد البضايع، إيش حقت هاي لي من بيت لبيت؟ أوش فيك الحمد لله وشكر. إيش ما تشيل الجنطة شنو ما عندك إيد أنتي؟ شنو أبالك ثولة ما أدري إنه ما عندي إيد؟ ظهري عورني يا باشا. ترى أذيتين انتي، مرة ظهري يعورني مرة عيوني تعورني، مو مشكلتي إذا انتي عيوز، إذا انتي عيوز ومتهرقة قاعدة ببيتكم لا تأذينا، والله تعال يا عصام، شيل يا عصام، ودي يا عصام، يبي يا عصام، فاضيلي كان. إيه بيه 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 رادو، يلا. تضيعة. خلاص، كل من التقالة شيل أغراضي. أنا قايل الرياييل الأوادم قرضوا. حسبي الله عليك يا عصام. أنا بديت أحس أني كل ما أوصل معاك عند باب ألقاه مسدود. بديت احس انك تتعمدين تحطيني بمواقف صعبه واختبارات اصعب، ولو مهما اسوي لك ما يترس عينك، كأنك تتعمدين تصعبين العيشه بيننا. اصعب شعور ممكن يحس فيه الريال انه لو مهما يسوي حق زوجته وبيته ما يكفي. علشان كذي قلت اكيد تبين تطلقين، وما ادري ليش ما تبين تنطقينها، وهذا انا قلتها، علشان اسهل عليك الموضوع. خلصت كلامي. اذا بتطلقين قوليها وانا حاضر. انا ما قلت اني بتطلق. كل اللي قلته ما له اساس من الصحه. بالعكس أنا مرتاحة.
وإذا على الخلافات والمشاكل فهذه تصير بكل بيت عادي. بس أنت ما تحسسيني بهالشيء. أدري بس هذه شخصيتي، شو أسوي؟ أنا كل يوم أضيع معاك أكثر من اليوم اللي قبله، ما أدري شو أقول، ما أدري شلون أتعامل معاك ولا شلون أتصرف معاك. أنت ما تبتسمين لي ولا تشكريني على شيء ولا تقولي لي كلام حلو، وإذا سويت شيء صح تشوفيني عادي. الله، كل هذا فيني؟ أنا ما قلت لا، معناته أنت تشوفني أنا بليس. أنا ما قصدت إن أنا إيش تقصد بالحكي اللي قاعد تقوله؟ أنا ما فسر لي، شلون تشوف إن أنا مو زينة؟ أنا ما قلت إنك مو زينة، قلت ما تشوفيني زين. حلو، كم تتدخل بالنوايا بعد؟ أنت إيش درك؟ تصرفاتك. سمعتني أنا مرة قلت لك؟ تصرفاتك تقول كذي. بس هذا مو معناته إن أنت تقولني حكي أنا ما قلته، ولا من حقك إنك أنت تفسر كل شيء على كيفك من غير ما تسألني. تكلمتني انت يا اختي، ما ادري اول مره اسمع ماجد يصرخ كذي. خف، قالت له تبي تطلق. يا اخي طبيعي، وهذه عسارتي، ما قصيت عليك قبل الزواج ولبست لك لبس الملاك وعقب لبست لك لبس اليني. انا كذي وما راح اتغير، وانت خليتني كذي. وش اللي يمنعك تتغيرين علشاني؟ انا ما استاهل. قبل يمكن كنت استاهل، بس الحين انت بياع. بلحظه فكرت تطلقني. انا الغلطان الحين؟ انا مو خبل ولا مجنون اتصرف كذي مني والطريق. هذا كله نتيجه افعالك. لا تخليني ايدك تلتبنيها. اوه ماجد، كله ملوع كبدي وكله تحسسني ان انت الفقير والمسكين وانا اللي مو كفو. ايش فيكم؟ ايش فيكم؟ صوتكم واصل لي تحت، عيب. يا اختي ايش تعرف العيب؟ اعرف العيب، مو جايه من الشارع انا. محشومه، ما قصدت كذي. بيطلقني من حقي اصرخ ولا لا؟ صلوا على النبي ماجد. انا ما قلت بطلقك، فهميني، سالتك اذا انت تبين تطلقين ولا لا. وانتي ما تبين؟ لا، مو مينونة، أنا هدم بيتي. خلاص، لا أنت تبين تطلقين ولا أنا أبي أطلق. نقعد اتفاهم بهدوء قبل أن نلم العمارة كلها علينا. لميتوها وخلصتوا. حلو، أحييكم على المنظر الحضاري اللي أشوفه قدامي. أنا وفضة صار لنا 35 سنة متزوجين، 35 سنة، ما حد رفع حسة على الثاني، ما ننام إلا إحنا راضين. عشان إذا الله خذ مانته ما حد فينا يتحسف. أنا ما أقول إني أنا أحسن زوج بالعالم، بس متأكد إني فضة أحسن زوجة بالعالم. عمرها ما رفعت السبعة على أمها الله يرحمها تشتكي من ضيقة وكدر. بحياتها ما علمت صديقاتها شو اللي يصير داخل بيتها. بحياتها ما خلت علاقتها فرجة للناس. ماجد، إذا ما طلعت من الباب الحين زبيدة بتبقى في البيت وعلى ذمتك، وان طلعت هذا يعني ان البيت بيتك بروحك وزبيدة ما لها مكان فيه. وفي كل الاحوال البيت بيتك مو بيت زبيدة، وانت اللي تختار تبيها تعيش وياك ولا لا. ماجد، يعني نمشي ولا نظل واقفين؟